مساء الخير عليكم. النهارده هنتكلم عن ايه هي التحضيرات اللي مطلوبه قبل عمليه تجميل الانف. عمليه تجميل الانف احنا بنطلب، هي تعتبر عمليه، فاحنا بنطلب الخمس تحاليل دم اللي احنا بنطمن بيهم قبل اي عمليه سواء كانت مناخير او غيره. طيب هل في تحليل مخصوص او اشعه مخصوصه للانف عشان نطمن بيها على حاجه؟ طبعا بنعمل اشعه اسمها 3D CT اللي هي اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد. الاشعه دي نقدر نطمن بيها على الانف وغضاريف الانف، نطمن بيها على الجيوب الانفيه، نطمن بيها على الحاجز اللي هو الحاجز الانفي ان هو مظبوط ولا في ميلان، عشان اثناء العمليه ابقى محضر نفسي اذا كنت لو كان في التواء في الحاجز الانفي بنعدله معانا. فدي الحاجه المخصوصه او التحليل او التحضير اللي بنعمله قبل عمليه تجميل الانف.